بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونهنئكم بحلول هذا الشهر المبارك، جعله الله مباركاً على جميع المسلمين بالخيرات وعمل الطاعات. أيها الإخوة، حل بكم ضيف كريم وموسم عظيم من مواسم الجنة ومن أسواق الآخرة تتسابقون فيه إلى الخيرات وتتنافسون فيه بالطاعات. وإنما يفرح بطول العمر، وإنما يفرح بالوقت من أجل استغلاله فيما ينفع الإنسان عاجلاً وآجلاً. والله جعل هذه المواقيت مواسم للناس يغتنمون فيها الأعمال الصالحة التي يدخرونها لآخرتهم. وإن من أعظم هذه المواقيت وأشرفها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، نهاره صيام وليله قيام وساعاته دعاء واستغفار. فإنه موسم عظيم يمر في عمر المسلم يزيده الله به خيراً إلى ما كان منه في سائر السنة من أعمال الخير، لأن المسلمين حينما يحل عليهم هذا الشهر فمنهم من هو مستقيم على طاعة الله، فيكون هذا الشهر زيادة له في الخير وإضافة إلى ما عنده من الاجتهاد في الأعمال الصالحة، فهو زيادة في عمره وزيادة خير إلى خير. ومن الناس من يكون غافلاً في سائر السنة متكاسلاً، فينبهه الله في هذا الشهر فيهتم به ويتنبه لنفسه ويتدارك ما مضى من سنته بالتوبة والاستغفار والاجتهاد في الأعمال الصالحة، فيكون هذا الشهر موقظاً له ومنبهاً له يهب فيه إلى الخير الذي كان متكاسلاً عنه في سائر السنة. وذلك أن الشيطان يتسلط على ابن آدم فيثبطه عن الخير ويكسله عن الطاعة، فإذا حل هذا الشهر الشريف فإنه تصفد فيه الشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينشط أهل الإيمان للأعمال الصالحة، لأنهم تخلصوا من عدوهم الذي كان مسيطراً على أغلبهم في سائر السنة، فيحررهم الله من أسره ويعتقهم من رقه، فيهبون لإنقاذ أنفسهم. ومن الناس من يكون مسرفاً على نفسه في المعاصي، منهمكاً في الشهوات المحرمة وكبائر الذنوب، فيكون مستوجباً لدخول النار. فإذا تاب إلى الله في هذا الشهر
وتنبه لنفسه وتدارك أمره أعتقه الله من النار. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر أوله رحمة وهي للمحسنين، وأوسطه مغفرة وهي للمذنبين، وآخره عتق من النار وهو للمستوجبين لدخول النار إذا تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن المحروم الذي يمر عليه هذا الشهر وهو لم يحرك ساكنا ولم يغير واقعا مما كان عليه من الغفلة والنسيان والإعراض والتكاسل عن طاعة الله، بل قد يكون مضيعا لفرائض الله، فلا يتغير حاله في هذا الشهر ولا يتوب إلى الله، بل يبقى على حاله مكبلا بالذنوب مأسورا بالشهوات، فإن هذا هو المحروم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار. قل آمين. قلت آمين، أي قال له جبريل، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل آمين. قال آمين. فمن حرم خير هذا الشهر فإنه محروم، لأن هذا الشهر كله خير وكله مواسم مغفرة وطاعة وقبول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه شهر عظيم مبارك، فرض الله صيامه، وسن النبي صلى الله عليه وسلم لأمتهم قيامه، وحث صلى الله عليه وسلم أمته على اغتنام هذا الشهر والمبادرة فيه بالأعمال الصالحة والإكثار من الطاعات، فإن الحسنات فيه أكثر مضاعفة من الحسنات في غيره لشرف الزمان، فإن الحسنات تضاعف لشرف الزمان كشهر رمضان، وتضاعف أيضا لشرف المكان كالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، وصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة، فضوعفت الصلاة في هذه المساجد من أجل شرف المكان، فالأعمال تضاعف، كما قال الله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وكما قال الله سبحانه وتعالى: والله يضاعف لمن يشاء، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فالأعمال تضاعف دائما، الأعمال الصالحة، لكن يزيد تضعيفها في الزمان الفاضل والمكان الفاضل. فاغتنموا أيها المسلمون هذا الشهر وجددوا فيه التوبة واستكثروا فيه من الأعمال الصالحة ليكون منطلقا لكم إلى الخير. واعلموا أن التوبة لا بد أن تكون توبة صادقة متوفرة شروطها، وهي العزم ألا يعود إلى الذنوب. فالذي يتوب في رمضان لكنه ينوي إذا خرج رمضان أن يعود لحاله الأول من التفريط والمعاصي، فهذا لا تقبل توبته، لأنها توبة مؤقتة. وقد سئل بعض السلف عن قوم يجتهدون في رمضان، فإذا خرج رمضان تكاسلوا عن الطاعات، فقال: بئس القوم، لا يعرفون الله إلا في رمضان. فالواجب على المسلم أن تكون توبته توبة صادقة، يعلم الله من قلبه أنه لن يعود إلى الذنوب بعد المعاصي،
وأنه قد عزم على ذلك، وكذلك يترك الذنوب ويقلع عنها وكذلك يندم عليها. هذه هي شروط التوبة المقبولة. أما التوبة المؤقتة التي لا تعدو أن تكون في شهر رمضان ثم يعود الإنسان إلى ما كان عليه من قبل، فهذا ربما تكون توبته تقليدية، لما رأى الناس أنهم قد أقبلوا على الله في هذا الشهر، فإنه لا يسعه أن يخالف الناس، وهذا لم يكن من قلبه نية صادقة، فهذا حري أن لا يتقبل الله منه شيئا، إنما يتقبل الله من المتقين. فعلينا جميعا عباد الله أن نهتم بهذا الشهر، وأن نهتم ببقية العمر، فإن العمر هو مزرعة الآخرة، وهو حصيلة الإنسان من هذه الدنيا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا ينجو من هذه الخسارة المحتمة إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأله أن يجعل شهرنا شاهدا لنا بالخير لا شاهدا علينا بالتقصير والإهمال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.